السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم نوغا باللوز والجنجلان. هاد النوغا ولات كتقدم مؤخرا في الحفلات والمناسبات الخاصة، كتجي شي حاجة اللي رائعة ومميزة. فالمذاق ديالها كيجي ممتاز جدا، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وغنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجوا 125 غرام ديال اللوز، و125 غرام ديال السكر سنيدة، ثم 45 غرام ديال الماء. وغنحتاجو الجنجلان او السمسم للتزيين، اللي منقي ومقلي. اول شي كناخدو الماء كنوضعوه في واحد الكاسخول، ثم كنضيفو ليه سكر سنيدة وكنوضعو الكاسخول على نار متوسطه حتى كتشكل لينا فقاعات. ثم كنضيفو اللوز، وفي هذه المراحل هذه كنحركو باستمرار، ما كنتوقفوش على التحريك. فهنا المكونات خاصه تكون مضبوطه باش تنجح لكم النوغة باذن الله. فكنبقاو كنحركو بهذا الشكل على نار متوسطة حتى كنلاحظوا بأن داك السكر بدا كيرجع لحالته الطبيعية كيف ما كتشوفوا معايا. كيولي لينا بهذا الشكل، يعني داك السكر كيقصاح. كنستمر في التحريك، ثم من بعد هاد السكر غيبدا كيدوب. فكنبقاو كنحركو، ولما كيدوب السكر وكنحصلو على واحد اللون ذهبي، صافي كنطفيو على النوغة ديالنا النار. فإلا خلينا هاد السكر اكثر فغادي يصبح اللون ديالو بني، وبالتالي غيولي اللوز ديالنا المذاق ديالو مر. فكنكتفيو بهاد المرحلة فقط كيف ما كتشوفوا معايا. فهذا هو اللون اللي خاصو يبقى فيه السكر، الا زاد اكثر فغادي يولي المذاق ديالو مر. فكناخدو اللوز وكنوضعوه في جنجلان او السمسم وكنزينوه بهذا الشكل. وخاصنا في هذه المرحلة نكون سراع، لأن دغيا هذا اللوز كيقصح مع السكر. فالطريقة سهلة وبسيطة، وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان شاء الله النوغة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. ما تنسوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. ولاول مره كيلتحق بالقناه اعجبه وصفاتي فيشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، زر الاشتراك او سبسكرايب مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد حلويات زبيده. اللي عنده شي تساؤل او اقتراح يخليه لي في التعليقات كذلك. وكنشكركم مره اخرى على المتابعه، وفي امان الله.